السلام عليكم، أنا وفاء خالد، وظيفتي إني أغرد. مو شغال؟ طيب شلون أشغل؟ لو خليني أمجد فيك كان مش الموضوع. طيب قلت وظيفتي إني أغرد، وأنا ما أمزح، من جد وظيفتي إني أغرد. بوريكم، بلعب وياكم لعبة الحين، بوريكم بعض الجمل على الشاشة وانتوا قولوا لي وين نقراها عادة وين تشوفونها عادة. اعطوني لايك واردها. تابعني وتابعك. اللي معي لايك خلي يشوفونها، هذا لازم يكون واحد متبحر بالسوشيال ميديا يعرف. يوتيوب، صوتوا لي على صورة بنتي او ولدي. صوروا الشاشة. حشرة، هذا لازم واحد متبحر في اليوتيوب يعرفه، مشهور، ختم اليوتيوب ما شاء الله عليه. اجلد. تويتر. كل شبكة تواصل اجتماعي تجذب فئة معينة من الناس، وأحيانا تلقى نفس الأشخاص في كل الشبكات، لكن طريقة استخدامهم وأهدافهم من تختلف من شبكة للثانية. وكل شبكة تواصل اجتماعي قوانين مكتوبة لكن ما حد يقراها، وقوانين ثانية غير مكتوبة هي موضوع اليوم. ومع أن السوشيال ميديا صار لها تقريبا 10 سنوات، إلى الآن في ناس ما هم فاهمين الجايد لاينز غير مكتوبة، ولا زال في أشخاص يتوقعون أنهم يقدرون يمسكون حساب بزنس أو حساب شركة مشهورة ومعروفة أو مؤسسة حكومية، وهذا العمل اللي يشمل علاقات عامة، تسويق وخدمة عملاء بدون تدريب، بدون حتى إعادة تفكير. وأنا شخصيا ما ألومهم، لأن حتى أهلي اللي يشوفوني أشتغل في المجال من أكثر من 4 سنوات للحين ما يدرون أنا شو أسوي بالضبط، وللحين يتضايقون لما أطلع جوالي على طاولة الغداء وأجاوب على الأسئلة اللي تصلني في خدمة العملاء. اللي ما يعرفونه أهلي وكثير مثلهم، إني لما أمسك هذه الحسابات أنا ما راح أكون أنا، حتى لو أكون شبعانة. عارفة التعليق. لما أمسك هذه الحسابات لازم أنسى أنا مين، أصير الشركة أو الماركة أو المؤسسة الحكومية أو أيًا كان. لازم أتذكر صوتها المميز، شخصيتها المميزة. لازم أعرف كيف تتعامل عادة مع عملائها، ولازم أجاوب أسرع وقت ممكن، لأن تأخري على العملاء مو معناها أن أنا قاعد أتغدى مع الوالد. بالنسبة لهم أن الشركة أو المؤسسة ما تهتم فيهم وما تحطهم أولوية. اوكي، شغلي اونلاين اختيار جيد لاني بديت اتوتر. اوكي، سنة 2012 كانت نقطة مميزة، لاني كنت مثل اغلبكم اتابع تويتر باهتمام، ولفت نظري الحوار التالي. الحوار هذا مشهور عند اغلب اللي يتابعون تويتر. أنا شخصياً انبهرت بالرد الذكي هذا من STC، لأنه كان أول تعامل إنساني من شركة العميل على الإنترنت وعلى السوشيال ميديا خاصة، وكان ذكي. أوكي، نرد عليه بدون ما يقلل من صورة الشركة وبنفس الموجة اللي هو عليها. ومع أن التفاعل هذا كان جداً ردة إيجابية، إلا أن أغلب الشركات للأسف لم تفعله وتستخدم الرد الآلي. المزح والفكاهة وسرعة البديهة صارت الآن متطلبات لكل شخص يشتغل في السوشيال ميديا، وخصوصاً في خدمة العملاء. لكن هل المزح والفكاهة مطلوبة لكل الحسابات، كل الأشخاص، كل الأسئلة؟ لا، للأسف. وليش للأسف؟ لأن بعض مديري حسابات الرسمية والشركات من أجل الانتشار يتناسون شخصية الشركة أو الماركة أو المؤسسة الحكومية، ويستغلون بعض الأسئلة لجلد بعض العملاء وإضحاك البقية، وأحيانا يستغلون الترند حتى لو ما كان يناسب نشاطهم. إلى جانب شخصية الشركة أو الماركة أو المؤسسة الحكومية، لازم نتذكر من هم المتابعين. المزح والفكاهة مع متابعين حساب معين أحيانا ما ينفع مع متابعين حساب آخر. أنا شخصيا ما أتجرأ اني امزح مع واحد مسوي دايت، محروم من الاكل اللي يحبه، ويكلم حساب دايت واتشرز.
لكن المزح والفكاهة بشكل عام بشكل غير ساخر ومباشر لشخص بعينه شيء جيد، لأنه يوريهم أن احنا بشر، احنا إنسان، احنا نتفاهم معكم، نفهم اللي أنتم تمرون فيه ونتعاطف معكم. من ناحية أخرى، سمة الحوارات مع حساب جافا تايم هي المزح، الفكاهة، التغلي والتشره، وأحيانا سجالات شعرية، لأنه مقهى متابعينا هم محبينا وغالبا ما يفكرون فيه يكونون رايقين. يعني مثلا هنا يقول لي أن اللمبة تكبس له في الازدهار، في حي الازدهار. إلى جانب نقلي هذه الملاحظة لفريق الصيانة، لازم أرد عليه، يعني أورينا أنا سمعت الملاحظة مالتك، وكان هذا الرد، هذه إشارة مورس، الترجمة شداوة يبا ابتسامة. ولأنه مقهى ومتابعين رايقين، أحيانا يسولفون معنا كصديق، يقولون أنهم مشتهين شيء معين ويطلبون مننا إحنا نوصل لهم، لكن للأسف إحنا ما نقدم هذه الخدمة وهذا الشخص ما يشتغل معنا. أو يبدأ معنا قصيدة وإحنا نكملها له، أو يستشيرنا في علاقاته مع أصدقائه. ليش هذه الحوارات مقبولة؟ لأنه يتحاور مع صديق، ما قاعد يتحاور مع شركة، فالمزح والفكاهة والسجالات هذه مقبولة. إلى جانب هذا كله، العميل الآن بشكل تقني الحين نتكلم، العميل الآن يتوقع الرد على أسئلته خلال 60 دقيقة من سؤاله للشركة على الإنترنت والسوشيال ميديا. مع أن الرد الاتصال الهاتفي أحيانا يكون أسرع، لكنه يفضل أنه يكلم الشركات والمؤسسات على السوشيال ميديا لثلاث أسباب. الأول أن المكان اللي هو مرتاح فيه ويعرفه. الثاني أنه ما هو متعلق على التليفون ينتظر أحد يرد عليه 10 أو 15 دقيقة. والثالث وهو الأهم، أنه يقدر يفشل الماركة إذا ما ردت عليه. كم واحد صور الشاشة حقت ناس ما ردوا عليه أو ردوا عليه بشكل ما يناسبه. والحين الشركات انتبهت لهذا الموضوع، وما صار يحتاج أن احنا نقنعهم أن ولاء العميل يزيد 25% لما يتم إجابة سؤاله على الإنترنت، وينزل 50% لما يتم تجاهل سؤاله. ومع كل هذه الإحصائيات، لازالت نفس الإحصائيات تقول لنا أن واحد من كل ثلاث عملاء لا تتم إجابة سؤالهم على الإنترنت. لحل هذه المشكلة يتم حالياً تطوير برامج ذكية ترد على أسئلة شائعة وخدمة العملاء في الإنترنت والسوشيال ميديا. وهذه البرامج المفروض أنها تطور نفسها بنفسها، مما يعطي وقت أطول وجهد أقل حق ممثل خدمة العملاء، بحيث أنه يركز جهده ومساعدته للأشخاص اللي أسئلتهم غير شائعة ومشاكلهم تحتاج تواصل مباشر. لكن لحد ما تصير هذه البرامج تفهم التهكم، اللهجة السعودية وطريقتنا، تظل اللمسة الإنسانية مهمة، وراح يظل الوالد يسمع هزة الجوال على طاولة الغداء. إذن إلى أين؟ توقعي هو المزيد من العلاقات الشخصية بين الشركات وعملائها. ما راح أستغرب أن في الشركات اللي أنت تستخدم منتجاتها تتصل عليك في المستقبل تقول لك لاحظنا أنك تواجه المشكلة الفلانية في المنتجات حقتنا أنت وعائلتك، ولهذا فصلنا المنتج الفلاني لك. لأن الإنترنت والسوشيال ميديا تسمح لنا نعرف عن عملائنا أكثر. وتوقعوا أن في المستقبل هذا التعامل بين الشركات وعملائها يرجع للوراء، زمن في الوراء، لزمن كان فيه صاحب الدكان يعرف مشترياتكم الشهرية ويتوقع حاجاتكم المتغيرة بناء على معرفته الشخصية فيكم. تعامل الشركات والماركات العالمية في المستقبل سيكون جدا شخصي. الماركات العالمية في المستقبل ستكون هي دكان الحي. شكراً.